تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وانطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي شقيق في كافة المحن والأزمات وصل إلى دولة ليبيا شقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق بشأن سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العادلة بالتعاون مع الاجهزه والمؤسسات الليبيه المختصه وفقا لاحتياجاتها لمواجهه التداعيات المترتبه على الاعصار ياتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحه على تسخير كافه امكاناتها للوقوف مع الاشقاء في هذه الظروف الصعبه وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثه الانسانيه وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين <applause>